أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في الميزان في من تساوت حسناته وسيئاته، كيف يكون حاله؟ هل يكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وقيل إن هذول هم أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف، وهو جبل بين الجنة والنار، يكون فيه من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وقيل إنهم أهل الأعراف هم أطفال المشركين، وقيل أقوال غير ذلك، لكن قيل إنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أن سلام عليكم، لم يدخلوها، قال الله جل وعلا: لم يدخلوها وهم يطمعون. ما أهل الأعراف ما دخلوا الجنة لكن يطمعون في دخولها. نعم.